الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا المرة السابقة على ما يجب في حق من يموت، إنه يجب 4 أشياء على وجه وجوب الكفاية، فرض كفاية، أن إذا كان نزل الولد كما ذكرنا أولا، إذا كان أقل سنه أقل من 120 يوما وهو قبل نفخ الروح لا يجب فيه شيء، إنما يسن التكفين ودفن. فإن كان قطعة لحم متماسكة قليلا أو دم متجلط شديد يبقى يسن أيضا غسله، لكن ده ممكن يبقى دم يبوش ويذهب، لكن إيه يبقى يسن إيه تغسيله، قصدي كفن تكفينه ودفن. طيب إذا كان فوق 120 يوم، عند ذلك فوق 120 يوم هن ايه يبقى نفخت فيه الروح، يبقى ايه لحرمة الروح اللي نفخت فيه دي هيبقى قطعة لحم، يبقى يغسل، يجب التغسيل والتكفين والدفن ويحرم الصلاة. فإذا وهذا من 120 لغاية الولادة، لو نزل سقط دون أن يكون فيه روح يبقى تجب الـ3 أشياء دي وتحرم الصلاة، يجب التغسيل والتكفين ها والدفن ولا تجب الصلاة، يحرم الصلاة. إذا برضو لغاية 9 أشهر أو نزل ما فيهوش روح خالص يبقى برضو هذه الأشياء الـ3 واجبة وتحرم الصلاة. طب نزل واستهل يعني صرخ خلاص، أو انتفض حركة مذبوح، أو بانت عليه آثار الحياة فيكون هذا كأنه حي ومات، فيجب فيه 4 أشياء. طيب وذكرنا بعد ذلك أنه التكفين وأنه يكفن الرجل في 3 أثواب يعني 3 لفائف ليس فيها إزار ولا عمامة، وأن المرأة تكفن في 5 لفائف منها إزار وخمار و3 لفائف، ويجوز أن يزيد للرجل لفافتين فيبقى 5، ويزيد للمرأة لفافتين فتصبح 7. وبعد ذلك شرحنا الصلاة وقلنا الأدعية الواردة فيها، وقلنا الصلاة 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ينوي بها الإحرام بصلاة الجنازة ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية الموجودة في آخر التشهد، التكبيرة الثالثة يدعو للمتوفى، في 4 أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 صحاح وواحد مختلف في صحته. قد جمع الأدعية هذه الإمام الشافعي جمع الأدعية هذه كلها في دعاء واحد طويل، جمع تلك الأدعية كلها وذكرناها المرة السابقة في التكبيرة الثالثة. والتكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله، فدي التكبيرة الرابعة. وبعد كده التسليم. لو أن رجلا دخل بعد أن انتهى دخل في أي تكبيرة من التكبيرات يشرع هو في نسق صلاته هو، فيكبر التكبيرة الأولى له ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب، كبر الإمام التكبيرة الثانية هو يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها التشهد الأوسط، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في التشهد الأوسط، فيمشي على نسق صلاته المأموم، المأموم يمشي على نسق صلاته هو. فعلى إيه لو الإمام في التكبيرة الرابعة هو بيكبر التكبيرة الرابعة أو تبقى الأولى بتاعته يقرأ بعدها إيه الفاتحة، الإمام سلم يوم يكبر هو التكبيرة الثانية ويقرأ التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجودة في آخر التشهد، ويكبر التكبيرة الثالثة ويكبر التكبيرة الرابعة، فما يفوت من التكبير يمشي على نسق صلاته. لرواية فما فاتكم فأتموا، وأخذ بها الإمام الشافعي. وأيضا في صلاة العيد نفس الشيء، إنه إيه لو أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العيد فقام يكبر بعد أن سلم الإمام بيجيب الركعة الثانية بتاعته، ها بتاع المأموم بيجيب الركعة الثانية بتاعته ويكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، وما يجيبش 7 بقى، لأنه إيه فما فاتكم فأتموا، فدي الركعة الثانية بتاعته، وركعة الثانية المندوب فيها إيه
خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام فيفعل ذلك ويمشي على نسق صلاته. وانتهينا من الركن من الواجب الثالث على فرض الكفاية وهو إيه؟ الصلاة على الميت. ونتكلم اليوم عن الفرض الكفاية الرابع وهو دفن الميت. ويدفن في لحد مستقل مستقبل القبلة. قال المصنف: ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص. طيب نقرأ إيه أحوال الدفن. الدفن طبعا له ضرورات وله الأصل بعدم الضرورة أو الإيه الحاجة. فأصل الدفن أن يدفن كل إنسان في قبر بمفرده، لكن إذا احتجنا للدفن بضيق الأماكن أو تخصيص الأماكن بأسر كما موجود في مصر، فجعلوا حجرة للرجال وحجرة للنساء تحت الأرض، يبقى ده جائز للضرورة أو للحاجة. يبقى الدفن هنا مش حرام ولا غلط، إنما جاز للضرورة والحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أنه كان يدفن الاثنين في قبر واحد. طب ما هو كان ممكن يعمل كل قبر واحد، لكن هتبقى مشقة زائدة أن يحفروا 70 قبر، فجعل يدفن الاثنين في القبر الواحد ويقدم أخرهما للقرآن، فذلك من الجائز نتيجة الحاجة أو الضرورة. فإذا الحجر الموجودة في مصر جازت للضرورة أو للحاجة، لأن الناس أصبحت تدفن فين؟ لو دفنا في أماكن كثير والناس لا تملك أراضي للدفن وعنده مقبرة قديمة يدفن فيها موت الأسرة كلها، فيفعل أنه يدفن في الغرف، ذلك كما قال العلماء أنه جائز للحاجة أو الضرورة. طيب في طريقتين للدفن. اللي في الحجر ده بيعمل إيه؟ بيحط الميت مستقبل القبلة كما سنشرح بعد ذلك، ونقول خلاف الأحناف عشان إيه نخرج من هذه المسألة. وفي نفس الوقت يضع شريط من الرمل مرتفع وبعدين يدفن واحد جنبه وهكذا، كلهم في اتجاه القبلة كما سنشرح. لكن الدفن الشرعي له طريقتان، لعل في بعض المدن الآن مثل مدافن أكتوبر يفعلون الشق مش اللحد حتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشق اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر: اللهم اختر لنبيك، فبعثوا إلى من يشق وإلى من يلحد، فأتى الذي يلحد يصنع اللحد، كان أبو طلحة، فصنع لحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق السنة واختار المولى عز وجل نبيه الأفضل وهو إيه اللحد. اللحد نشرح بقى اللحد يعني اللحد ان هو ايه بيحفر ادي القبلة كده، فبيحفر في الارض مقدار قامة وبسطة، يعني يبقى اللي واقف تحت وصل ان هو ايه واقف على الارض تحت بعد الحفر، ويحط يعمل ايديه كده فتبقى اطراف اصابعه على سطح الارض، فده مقدار قامة انسان، وان يبسط يديه فكأنه عمق 5.5 متر، وبعدين يحفر في جدار القبر كده اتجاه القبلة ما يسع انسانا انه يناوله بعد كده، ده اللحد يعني يناوله بعد كده الميت وهو واقف تحت كده، ويضعه في المكان ده ويقلبه على جنبه، وراسه الناحية دي ورجله الناحية دي، خلاص يبقى ايه يبقى هو نايم على جنبه على شقه الايمن مستقبل القبلة معترضا للقبلة بجسده ومستقبلها بجسده كله ونايم على جنبه. وبعد كده بعد ما هو يقلبه على جنبه كده يضع اللبن فيبقى نايم على جنبه في طبقة من الأرض مستقبلا للقبلة، رأسه جهة اليمين القبلة ورجليه يسار القبلة. حتى بعض العلماء الأفاضل سيدنا مولانا الشيخ علي قال إيه يقوسه قليلا عشان ما يرتدش للخلف ولا يسقط للأمام، يقوسه كده شوي يخلي رجليه قدام شوية ورأسه قدام شوي خلاص، ويسد بعد كده الجزء اللي فوق ده بقى بالتراب وما إلى ذلك، بعد أن يغلق عليه باللبن فيكون في طبقة من الأرض مغلوق عليه باللبن. ده في لا يكون ذلك إلا في الأرض الصلبة، الأرض الصلبة الصخرية أو أرض جامدة مش طينية أو رملية، لكن الأرض الطينية والرملية يصعب فيه اللحد ده خلاص، يبقى لازم يستخدم ما هو المباح، لأن كل ما يحفر في الرمل هينهار، يحفر في الطين هينهار على الميت، ده إحنا عايزينه في طبقة من الأرض، فوضعوا
نظام اخر هو الشق، وده اللي غالب موجود ايضا في مدافن اكتوبر، انه ايه بيحفر في الارض عمق كده مثلا متر، وبعدين يجعل برواز كده محاط باللبن على قدر الميت ويضعه ها ويجعله على الشق الايمن ها مباشرة بقى بالارض، ما بيعملش لحد، وبعدين يضع خلفه شيء حتى لا يسقط على ظهره فيستقبل القبلة كما قلنا، بأن رأسه جهة اليمين ورجليه جهة الشمال وهو نايم على شقه الأيمن، ويضع خلفه بعض اللبن أو الرمل حتى لا ينقلب فيبقى نايم على ظهره، يبقى غير مستقبل القبلة، وبعد كده يغلق هذا أيضا بلبن ها، وبعدين يهيل بعد ذلك التراب. فدي طريقة الشق، ودي موجودة في أكتوبر الآن يصنعونها شق، ممكن الأسمنت أو حاجات زي كده من مواد أدخلت النار، وده مكروه فقط يعني، إلا أنه إيه فيه نوع الشق بأن كل واحد منفرد له قبر بمفرده. يرحمكم الله. السادة الأحناف خالفوا يعني عند الشافعي يقول إيه ويستقبل به القبلة بلا خلاف، بلا خلاف بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها دي، أنه يكون مستعرض القبلة ونايم على الشق الأيمن، يجوز إلقاء على أن ينوم تنويمه على الشق الأيسر إذا لم يتمكن من الأيمن، خلاص ده يجوز، لكن لازم الاستقبال عند الشافعية يكون مستعرض القبلة وكده هو ونايم على شقه الأيمن أو الأيسر. فلو على الشق الأيسر يبقى رجليه يبقى راسه جهة اليسار ورجليه جهة اليمين ومستقبل القبلة ونايم على شق الأيسر. لكن عند السادة فالشافعية يقول أنه ينبش القبر لو كان قريب الدفن وكان مش مستلقي بأحد الصورتين دول، إما الشق الأيمن أو الشق الأيسر ومستعرض القبلة. لكن عند السادة الأحناف يجوز طريقة دفن أخرى، انه رجله تبقى جهة القبلة ويرفع راسه كالمريض الذي ينام ويصلي، يرفع راسه قليلا بيضع شيء مثل التراب تحت راسه عشان ترتفع قليلا، فيكون ايه ناظر للقبلة كده براسه ها ورجليه في جهة القبلة، يعني ده جاي كده بقى مش زي كده الشافعية. فقالوا ان الشافعية قالوا بلا خلاف عندنا وينبش القبر، ده عند الشافعية. اذا في حاجة اسمها بلا خلاف عند الشافعية، ولكن في خلاف في الأمة عند الأحناف أجازوا الصورة الثانية وقالوا لا ينبش لها القبر، وأنها إيه اللي هو يجعل قدميه في اتجاه القبلة ورأسه في اتجاه الغرب ويرفع رأسه قليلا كالناظر إلى القبلة أو كالذي يصلي وهو نائم متجع على ظهره يعني. فده خلاف يعني في طريقة الدفن، إلا طبعا إيه المعهود والمنقول كثيرا وفعل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه صيغه الدفن بتاعه الامام الشافعي وهي المعهوده يعني ومنقوله كثيرا، والاحناف لا يخالفون لا ينكرونها، لكن يقول ان الثانيه الصيغه الثانيه اللي هي قدميه في اتجاه القبله جائزه ايضا. قال ويدفن في لحد مستقبل القبله، وقلنا طريقه الاستقبال كما شرحنا، ويسل من قبل راسه برفق، انه يدخل القبر براسه اولا. ويقول الذي يلحده أن يدفنه يعني في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ورد في سند أبي داود، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، شرحنا ده اللي هو إيه عملية اللحد، ويسطح القبر بعد كده بيهيد التراب ويجعله مستوي بالأرض ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجسس، لأن البناء على القبور والتجسيس ارتفاعها مكروه، إلا أن علماء الإسلام على مدار القرون وجدوا أنهم إذا ميزوا قبر صالح أو عالم أو من له خصوصية يجوز. فالإمام النووي شاف قبر الإمام الشافعي وشاف القبة فوقه ولم يعترض، وابن حجر كان عايش في مصر ولم يعترض وقال لهم يزيلوا القبة ولا شيء في ذلك، كما أن القبة هذه شيء مستدير حول القبر، لكن المقصود المنهي عنه أن أرفع القبر نفسه بشيء مصمت ليس فيه تفريغ، ده المنهي عنه. ولا بقى طيب ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجسس، أي بالجس اللي هو الجير يعني، ولا يقعد عليه ولا يقضى عليه الحاجة طبعا. يجسس بوضع الجس عليه وما يسمى بالجبس الآن. طيب لكن لا مانع من وضع شيء يميز به ها، قالوا وضعوا عليه حجرا أميز به قبر سعد بن ها
عثمان بن مضعون وأضم إليه من مات من أهلي، فكان يميز قبر سعد سيدنا سعد بن مضعون. طيب، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. إن البكاء إذا كان من خارج من النفس بدون تصنع وعدم تحكم جاز البكاء ولو بصوت، أما الدمع ده معفو عنه مطلق. فقال يا رسول الله تنهانا عن بكاء وتبكي؟ ها؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. وكان بكاءه بغير صوت عليه الصلاة والسلام، ده إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ها؟ وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزونون ولا نقول ما يغضب ربنا، ما يغضب ربنا ولا نقول ما يغضب ربنا. فالدمع العين ده الإنسان لا يحسب عليه مطلقا، أما لو صدر منه صوت من غير إرادة كنهنها إيه مثلا كده، أو يعني بكاء، هو ده معنى البكاء، لكن دمع العين لا يحسب عليه هنا. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير إرادة، طبعا خرج عن إرادته، من غير نوح أي رفع صوت بتعمد، ها، وما إلى ذلك، ولا شق جيب. لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة والشاقة، ها، الحلقة والسارقة والشاقة، في كان عندهم في الجاهلية أما يموت لها ميت تحلق رأسها خالص زيرو زي الرجال كده، ها، فدي الحالقة. لعن الله الحالقة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة والسالقة، اللي سلقة يعني رفع صوته بالبكاء، ها، متعمدا طبعا، أما لو كان عن غير إرادة، واحد دخل في غيبوبة نتيجة الصدمة اللي جات له ما يحاسبش خارج التكليف، لكن لا يفعل ذلك عن عمد، فإنه كبيرة من الكبائر. أما والشاقة لا تشق الجوب، يعني تشق الثوب عشان المصيبة يعني. ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، إن تلقى فتعزي الذي مات له ميت، تعزي من السنن الواردة المأمور بها من حق المسلم على المسلم. ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. طيب، إلا لو كان واحد غايب وجاء بعد 3 أيام يعزي، جاء بعد أسبوع بعد شهر يعزي، أنا ممكن أعرف أن أبوه ميت فأعزي، أو كان موجود مقيم لكن معرفش الخبر فعرف الخبر بعد كده يعزي، ماشي، فيجوز الزيادة عن 3 أيام لمن لم يعلم أو كان غائبا. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة، والحاجة تقتضي، ولو أنهما إيه عدم استطاعة الشق، عدم استطاعة إيه حفر القبر أو في مشقة في حفر القبر، فيجوز دفن اثنين في القبر لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة كاملا، ونشرع المرة القادمة في كتاب الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، نور الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.